أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، نحييكم ولكم أجمل تحية من رسالتنا اليومية تزول الكويت، وكذلك أيضا من مشاركة طبعا الخليجية ومن العوائل أيضا تواجد معنا في مروتنا الشعبي. مشاهدينا خلكم ويانا. تواصلنا وياكم مشاهدينا لقريتنا وكذلك ايضا بهالرساله الحلوه واليوميه في الاستمتاع من هذه الاجواء الجميله من موروثنا الشعبي من القديم وكذلك ومن الجديد في مشاركه جميع دول مستعمر الخليج العربي. حياك الله طال عمرك. الله يحييك. تعرف على اسمك؟ فهد محمد الشمري. ونعم يا فهد حمد الشمري. حمد محمد الشمري. الساعة المبارك. الله يبارك. الله يهل السعودية. الله يحييك. مرحبا بك اليوم طبعا بهالقرية والأجواء الحلوة والباردة نقدر نقول، لكن ما عليه الواحد يستانس أيضا بهالأجواء. البرودة يجي صراحة ما هو يعني برد واجد، يعني زين الجو. مستانسين إن شاء الله. أي والله الحمد لله الشكر. شمري اليوم طبعا قريتنا كذلك أيضا موجود فيها المتحف السعودي والإماراتي والعماني والقطري والبحريني ودولة الكويت كذلك أيضا في هذا الركن، لكن شو اللي شفته من معالمها ومن كذلك أيضا من تاريخها؟ والله حنا أنا صراحة أول مرة أجي القرية، أول مرة صراحة أجي القرية، سمعته يعني طبعا واصلتنا قبل، وصراحة عمل جبار تشكر الحكومة عليه ممثلة بالشيخ صباح الله يطول بعمره، ونشكر القائمين عليها. ومثل ما قلت لك أنا والله أول زيارة لي هنا، لكن سمعت فيها طبعا. سمعت. اي نعم سمعت بها والله، سمعتها وصلتنا السعودية. والله احنا من حايل طبعا. مرحبا والساعة مباركة الحايل والقرية التراثية سمو الأمير حرص أن تكون الموروث الشعبي الخليجي. أكيد احنا الحمد لله نعتبر دولة واحدة احنا والكويت صراحة، يعني أسرة واحدة. نعم شكرا لك طال عمرك. الله عفو يا طول العمر. الله يسلمك ونشكر القائمين علي صراحة، ونشكركم على هاللقاء. الله يطول عمرك يا بعد.
مشاهدينا تواصلنا وياكم اليوم من رسالة اليومية وكذلك أيضا من ضيوفنا في هذه المتابعة والاستمتاع أيضا من هذه الأجواء الحلوة. طبعا معي سند ظفيري، حياك الله طال عمرك. حياك الله طال عمرك. سعد مبارك. سعادتك أبرك. سند، اليوم طبعا في تواجدك معنا في القرية وكذلك أيضا في جولتك اليوم بالمشاركة، شو اللي شفته وعجبك أيضا في القرية؟ بسم الله، أول شيء الصلاة والسلام على رسول الله، أشكر صاحب سمو أمير البلاد على ما بذله، ما قصر معانا ويض الله وجه دنيا وآخرة. اليوم الكويت كله موجودي، حتى من السعودية ومن الإمارات من القطر، جو هنا عندنا ضيوف على عين الراسلة، حياهم الله وسع مبارك. سند ما شاء الله طبعا المتاحف الخليجية وكذلك أيضا في الأجواء الحلوة اللي مثل ما قلت أيضا الخليج موجودة معانا أيضا في القرية. نعم صحيح، ما قصر والله، حياهم الله وسع مبارك. مستأنسين إن شاء الله. إي بالله، إي بالله مستأنس. سند اليوم طبعا بهالقرية في شغلات قديمة حلوة ما لحقنا عليها، شفتها اليوم؟ إي بالله شفتها، البادية اللي موجودة من هناك شفتها والله حلوة. اي بالله، وان شاء الله طبعا اعجبت ايضا تواجدك معنا وكذلك ايضا مع العائله. اي بالله موجودين، بالتوفيق ان شاء الله اجمعين، الله يطول عمرك. مشكورين على تواصلنا وياكم مشاهدينا، وخلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام طبعا بهالزيارة الحلوة وكذلك ايضا مع عوائلنا وايضا في المشاركة وتواجدنا معنا، حياك الله طال عمرك. الله يحييكم. عرف على اسمك. فهد الشمري. مرحبا فهد الشمري، من الكويت ولا من السعودية؟ من السعودية. مرحبا وسع مبارك للسعودية. الله يبارك فيك. دولتكم الثانية. والله ونعم، اهل الكويت وعزيزين وغاليين، وهذا بلدنا الثاني، عسى الله يعزكم ان شاء الله. يطول عمرك ويعز طبعا تواجدنا بهالمشاركة، كذلك ايضا مشاركتك اليوم زيارتك. توضح للمشاهد شو اللي لقيته وش اللي شفته. والله ما شاء الله جوا حلوة، وصراحة أنا أول مرة أجي، يعني أنا ما شاء الله ما توقعت أن هذا الجو حلو يعني. سمعت فيها؟ أي والله لا سمعت فيها والحمد لله، يعني جوا يعني صراحة أحد فيها الناس أن رابعنا وناسنا كلها تجي المكان هذا، شيء ما شاء الله يعني يفرح الإنسان يجي يستانس فيه، وتعرف أنت أقرب شيء لنا يعني المكان هذا. طبعا دريت أن في فندق هني وكذلك يسمح للإقامة. أكيد دريت من كثر من المواصل يعني بالتليفونات والأمور هذه. تواصل ان واحد يدري فيها ان في فنادق وفي الامور طيبه الحمد لله، وجوها حلوه يعني ما تضايق ان واحد ما يجيها يعني. والساعة المبارك حياك الله. وعزيزين الغاليين ويا مرحبا. مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم لختام رسالتنا في هذا المساء الجميل الممتع من هذه الأجواء الحلوة وكذلك أيضا من عوائل دولة الكويت ودول التسعة والخليج العربي في مشاركتهم وجمعتهم الحلوة. نستودعكم الله من رسالتنا، إلى اللقاء.